الكلاس سهل واقتصادي بحجم عائلي وما فايتش 12 درهم، كيخرج كمية كبيرة وناجح 100%، والأكثر من ذلك صحي وتعجب الكبار والصغار بكمية وفيرة بدون تعب بدون مجهودات مع قناة خنيفيسا. غادي تعطيكم الآيس كريم اللي غادي يبردكم مع هذا ارتفاع درجة الحرارة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة ونبداو على بركة الله. المكونات والمقادير وطريقة التحضير، ونحن دائما في الخدمة ديالكم بوصفات طبيعية مجربة 1000%. وعلى فكرة بالنسبة لهذا الكلاس ممكن أنكم تعطيوه للوليدات ديالكم يصوبوه معكم. هنا عندنا نصف لتر من الحليب اللي تيكون ضروري بارد، وغادي نعطيكم حتى الأسرار باش يخرج لكم بسهولة بدون تعب بدون ما يتهرس لكم، والأكثر من ذلك بدون ما يخرج كما نقوله مشقشق. غادي نحتاجو هنا ساشية ديال الكريم ديال الكلاص اللي كتباع بعشرة دراهم. كناخدوها وكنبداو نضربو. ممكن أنكم ديروا أجين نامضة، ممكن انكم تحيدوا الحليب وتعوضوه بالماء فقط. اجي برك هنا، يلا عرفتوا مع العطله وملي كتلقى العائله يا سلام سلم. فوالا نقوموا بعمليه التحريك والتضريب بسهوله. فوالا، وهذا اسهل كلاص اللي كينافس المحلات بدون بيض بدون مجهود بالمرة. من بعد ما كنكون خلطت مزيان الخليط وضربته، شوفوا معايا كيطلع ليا مرغوي، اللي غادي نبركو هنا غنبركو هنا حل الشرجم، اللي غادي نخدموه حل الشرجم غادي نخدموه مغيت. فوالا كيف كتشوفوا معايا حل الشرجم، ورا ليا البيسي شعلوا ليا شارة فين مشيتي. فوالا هنا غادي ندوز للمرحله المواليه، وتبقى عندكم الاختيار. الناس اللي عندهم الانيميا فقر الدم وليداتهم ما تياكلوش مزيان، احسن وافضل شيء اللي ممكن انكم ديروه وتاخدوه وتستعملوه هو المشمش. واكيد بزاف عندكم منكم مازال باقي عندهم من الصيف او من العطلة ومن العيد الكبير. ناخذو نحطو في واحد البول، ومن بعد غادي ندوز المرحله المواليه. غادي ناخذ اللوز اللي عارفي الفوائد ديالو بالنسبه للوليدات، ممكن انكم ديروه محمر وممكن انكم تستعملوه. يا ربي عرفتي هاد العطله الصيفيه ما كتشدي الدراري غير بزز لحول تيوليو ينقزوا عليك. اجي انت لهنا بركي هنا تيوليو ينقزوا عليك فوق راسك، والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. ملي كيجمعوا الدراري كتولي كارثه عظمه، خاصه من ورا الغدا الناس كيبغيو يرتاحوا وهم عاده تيجيهم اللعب ويجيهم. فوالا كيف شفتوا ناخذ الجوز او القرقاع حتى هو نقوم تقطيع ديالو بهذا الشكل. فوالا
لا إله إلا الله محمد رسول الله. كناخد الشوكولات اللي تيكون تناخد غير هذا ديال 4 درهم، ما كاينش اللي غادي تاخذوا لي بيبي ديال الشوكولا، خذوا غير هذا وقطعوه دي مورسو رقاقين كيف كتشوفوا معايا. من بعد غادي ناخذ واحد المول ديال الدجاج ونوضع فيه هاد اللعيبات بهذا الشكل. غندير فيه سلوفان حيت هادي هذا قابل ليه. ونغلف بيه هاد اللعيبة كاملة، ما نخليش الخوا بيناتهم بالمرة. فوالا من بعد في المول غادا نبدا نوضع هذا هو التحتاني هو الاول، ما غاديش تعودوا لانكم كتنوضوا الفوضى لتحت مع صفوان. الا 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 انا قلتها لك قدام عباد الله، الا ما غاديش تنزلوا. صافي دابا بنادم كيبغي يتكي يرتاح، لا ملي ما غاديش نعس غادي تبرك غادي تخدم معايا. ومن بعد كنخويو وقت 12، انا عارفني من وقت من ورا الغدا كنبغيكم تنعسوا ترتاحوا. اويلي الناس اللي جايين عندهم واش يوليو لايحين حوايجهم. فوالا كنخويه وكنوضعو جانبا. هنا غادي ناخذ هادو ديال قولوا نتوما هادو ديال ليمول ديال الكلاص، وغادي نبداو نحطو فيهم شويه ديال الشوكولاط وشويه ديال المشماش في الراس ديال هاد اللعيبات، غير المشماش والشوكولاط، شي لاخر ما غاديش يشد ليا. ومن بعد كنحاول انني نقادهم نضرب هذاك المول. من بعد كنبدا نعمر، وبالنسبه للجوز او القرقاع واللوز حتى كنضرب واحد نص طبقه عاده كنضيفو من الفوق. شوف انا الدراري انا شنو دايرين عندي، هذه هي الاجواء ديال العطله. فوالا ومن بعد غادي نهز ونبدا نخوي بهذا الشكل. فوالا ولكن عمروه هما البنات حتى الراس الفوق، وهذا سر من الاسرار باش يتجبدوا لكم بسهوله، ماشي غير حتى لهنايا، عمروهم حتى الفوق كاع باش يتجبدوا لكم باش يشدوا فيهم هاد اللعيبات. هما اللي دخلهم دخلهم مزيان، طلعوهم حتى الفوق تتفوتي الخط باش يشدوا فيهم. ملي كتخرجيهم من الثلاجه كتخليهم تقريبا واحد 3 دقائق عاده كتحركي المول وكيتجبدوا لك بسهوله بدون ما يتهرسوا. بالصحه والراحه والى اللقاء.